كنا بنتكلم مع حضراتكم من شويه عن اهم اللي حصل في قطاع الزراعه خلال الفتره اللي فاتت. دلوقتي هنتكلم عن اللي حصل في ايضا قطاع الثروه السمكيه والدواجن، واللي بيعتبر من اهم القطاعات الانتاجيه والاقتصاديه في مصر. ركزت الدوله على تطوير هذه القطاعات من خلال بناء انظمه زراعيه مستدامه بتستخدم نظم حديثه وشتلات اقل استهلاكا للمياه، وده الهدف منه هو زياده الانتاجيه وتقليل فاتوره الاستيراد. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من اللي اتحقق بقى من عوائد اقتصاديه في مجال الزراعه من الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشؤون الاقتصاديه بوزاره الزراعه، وكمان نعرف تفاصيل اكتر عن الثروه السمكيه والتطوير اللي حصل في صناعه الدواجن وتربيتها. كلمنا يا دكتور عن الوضع قبل 9 سنين في مجال الاقتصاد الزراعي بصفه عامه. تمام، صباح الخير لعائلتك والساده المشاهدين. اهلا بيك. طبعا قطاع الزراعه حقق انجازات كبيره جدا خلال الفتره الاخيره منذ تولي فخامه الرئيس امور البلاد في 2014. هذه الانجازات من اهمها طبعا المشروعات الزراعيه القوميه الكبرى، زي على سبيل المثال مشروعات استصلاح واستزراع الاراضي. احنا ماشيين في الوقت الحالي في استصلاح اراضي يعني من حوالي 3.5 ل 4 مليون فدان. زي ما سيادتك عارفه بدانا بالمشروع القومي اللي هو مشروع 1.5 مليون فدان، ثم عندنا مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديده، ايضا عندنا توشكى الخير وشرق العوينات ووسط وشمال سيناء والوادي الجديد. كل هذه مشروعات كبيره جدا في مجال الاستصلاح واستزراع الاراضي تم اضافتها الى الرقعة الزراعيه في الفتره الاخيره، ودي بتساهم بشكل كبير في زياده الانتاج الزراعي وتحقيق الامن الغذائي وايضا توفير فرص عمل للساده المواطنين. عظيم جدا. لو هنتكلم مع حضرتك عن الاعمال اللي تمت في تطهير وتطوير البحيرات واعاده تاهيلها لزياده انتاجيتها من الاسماك. تمام، هو طبعا زي ما شفتك شفت امس وفخامه الرئيس وكان يعني بيناقش معالي وزير الزراعه ان هذه البحيرات تم تطويرها بشكل كبير، يعني كانت تعرضت يعني لنقص الانتاج في الفتره الماضيه، ففي توجه دلوقتي في الوقت الحالي ان احنا نطور هذه البحيرات وان احنا يعني نزود الزراعه فيها ونزود يعني بحيث في النهايه يعني تكون مؤهله للانتاج وتؤدي الى زياده الانتاج. ويعني وهيكون ليها انعكاسات على الاسعار من المفروض، مظبوط؟ نعم يا فندم. يعني لما زياده الانتاج تتم ويكون في سمك متوفر بكميات كثيره وبانواع مختلفه، ده بكل تأكيد هيزود المعروض، فهيكون ليه انعكاساته على تخفيض الأسعار. طبعا مش عاوزه كلام. واحنا طبعا بالفعل احنا منذ تولي فخامه الرئيس 2014 كان انتاجنا السمك في مصر حوالي 1,500,000 طن. احنا الحمد لله في الوقت الحالي تجاوزنا 2 مليون طن. ده برضك انعكس بشكل كبير على وفره الاسماك في السوق المحلي، وزي ما سيادتك عارف برضك ان الاسماك ديت يعني بدائل للحوم الدواجن واللحوم الحمراء، ويعني ساهم بشكل كبير ايضا في استقرار الاسعار الى حد ما. طيب لما نيجي نقول ان حصل في تطور في السلالات نفسها، وده حصل من خلال كتير من مراكز بحوث سواء بقى الزراعيه او الحيوانيه وغيرها يا دكتور، لما نيجي نقول التطوير اللي حصل في البحيرات اللي موجوده بالفعل، هل ده اثر برضو على الثروه السمكيه بتاعتنا؟ ايوه زي ما قلت لسيادتك، احنا طبعا يعني الاستزراع السمكي بيساهم بشكل كبير بحوالي 80% من انتاج الاسماك في مصر، فاحنا دلوقتي في توجه ان احنا ايضا نزود الانتاج من البحيرات بحيث ان احنا نوفر الزريعه، نوفر الاعلاف الجيده، نوفر المناخ الملائم، يبقى في حظر لصيد الاسماك في توقيتات معينه بكل الزراعه لسه صغيره، فكل هذه العوامل يعني واخدينها في الاعتبار وان شاء الله تساهم بشكل كبير في زياده الانتاج في الفتره القادمه ان شاء الله وزياده المعروض في السوق المحلي، وده هينعكس طبعا على الاسعار زي ما حضراتكم قلتوا وتوفيرها للمستهلك بجوده عاليه وبسعر مناسب ان شاء الله. عظيم. اتكلمنا عن الزراعه الثروه السمكيه، عايزين نتكلم مع حضرتك عن الثروه الداجنه، ايه اللي تم فيه؟ تمام، هو طبعا زي ما سيادتك عارف الثروه الداجنه ايضا فيه اهتمام كبير ان احنا
نزود نصيب الفرد من البروتين الحيواني وبشكل عام من لحوم الدواجن. احنا طبعا عارفين ان اللحوم الحمراء يعني بتسبب كوليسترول وبتسبب بعض المشاكل، ففي توجه عالمي ان احنا يبقى نصيبنا نزود نصيب الفرد من البروتين الحيواني ويكون من خلال زياده نصيب الفرد من لحوم الدواجن ومن الاسماك. زي ما سيادتك عارف احنا يعني كنا بنتكلم في الاسماك، احنا تجاوزنا 20 كيلو جرام للفرد في السنه. ايضا في الدواجن الحمد لله نتيجه زياده الانتاج نصيب الفرد ايضا تخطى ال 20 كيلو جرام في السنه، وده هدف طبعا ان احنا نزود نصيب الفرد من البروتين الحيواني وخاصه اللحوم البيضاء. وطبعا زي ما سيادتك عارف احنا في الفتره الاخيره يعني وزاره الزراعه بالتنسيق مع البنك المركزي مع الجهات ذات العلاقه تم الافراج عن 5000 لصناعه الدواجن والماشيه، بحيث ان احنا افرجنا عن اكثر من حوالي 7.6 مليون طن منذ 16 ودي قللت سعرها برضو شويه يا فندم. طبعا الحمد لله احنا اعلاف الدواجن كانت يعني ارتفعت وصلت ل يعني الطن كان وصل حوالي 28 30 ألف جنيه. الحمد لله احنا دلوقتي بنتكلم في اعلاف الدواجن نزلت تحت ال 20000 جنيه 18000 جنيه 19000 جنيه، ده نتيجه سياده الافراجات الكبيره اللي قامت بها الدوله في الفتره الاخيره لخامات الاعلاف، وده انعكس يعني ان شاء الله برضك في الفتره القادمه على هدوء اسعار الدواجن واسعار البيض. احنا طبعا حاسين ان في بعض الارتفاعات في اسعار البيض والدواجن في الفتره الحاليه، وده متواكب مع دخول المدارس بيزداد الطلب على البيض، وايضا بيتواكب مع المواسم الدينيه زي مولد النبي و27 رجب، وهذه المواسم يعني القادمه ان شاء الله بيكون فيها زياده طلب على منتجات لحوم الدواجن، لان زي ما سيادتك عارف احنا عندنا في الريف المواسم يعني انت سيادتك ليك اخوات وليك عمتك وحاجات زي كده، ففي المواسم دي لازم تودي كل واحده من قرايبك دولت فرخه وكيلو سكر واثنين كيلو رز والحاجات ديت، فده بيزود الطلب على هذه المنتجات في الفتره الحاليه. أكيد. طيب دكتور، دايما الدولة فاتحة بابها للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، نقدر نقول ماذا ينقص هذا القطاع لجذب مزيد من الاستثمارات؟ هو طبعا هذا القطاع يعني احنا شفنا البنية الأساسية اللي تم عملها في الفترة الأخيرة من طرق من كباري من بنية أساسية مياه كهرباء، كل هذه البنية الأساسية اللي تمت في المشروعات القومية الكبرى من شأنها أيضا أن هي تشجع زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الزراعة، وأيضا عندنا طبعا وفرة الإنتاج الزراعي في جمهورية مصر العربية، ده بيساهم بشكل كبير في توفير فرص استثمارية في مجال تصنيع المنتجات الزراعية وتصديرها إلى الخارج. بس الحاجات دي ساهمت في جذب مزيد من الاستثمارات دكتور، أنا بقول إيه اللي ممكن يشجع الناس إنها تيجي زيادة؟ ما أنا بقول لسيادتك إحنا عندنا العديد من الحوافز والمزايا بتتيحها القوانين المصريه سواء قوانين الاستثمار، عندنا بالنسبه للمستثمر الاجنبي احنا بنوفر يعني في حوافز وفي ضمانات للاستثمار، ان احنا حريه المستثمر في ان هو يعني يسترد راس ماله والارباح ويتم تحويلها الى الخارج، عدم تامين المشروعات الاستثماريه بتاع المستثمر الاجنبي. طبعا احنا زي ما قلت سيادتك احنا عندنا فرص استثماريه كتير زي ما قلت سيادتك في قطاع الزراعه زي مشروعات التصنيع الزراعي زي مشروعات الاستصلاح واستزراع الاراضي، عندنا على الموقع بتاع وزاره الزراعه واصلاح الاراضي العديد من الفرص الاستثماريه لجذب الاستثمارات المحليه والاجنبيه في قطاع الزراعه في الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله. طيب عايزين نتكلم برضو عن مشروع غاية في الأهمية، وهو دعم صغار المربين من خلال المشروع القومي للبتلو، ده برضو إزاي انعكس في النهاية على توافر اللحوم بكميات مناسبة؟ تمام. هو طبعا زي ما سيادتك عارف احنا طبعا هذا المشروع يعني كان بيبتدي في فترات سابقه وكان بيتعثر وحاجات زي كده، لكن منذ 2018 الدوله خدت على عاتقها هذا المشروع، وفي اهتمام كبير جدا من القياده السياسيه وفي توجيهات لمعالي وزير الزراعه وصحه الاراضي الاستاذ سيد القصير ان احنا نتوسع في هذا المشروع ونوفره بشكل جيد للساده المربين، وده انعكس ان يعني التمويل اللي تم اتاحته للمشروع القومي البتلو تجاوز 8 مليار جنيه من 2018 حتى الآن، ده استفاد منها حوالي 42 ألف مربي سواء من المزارعين أو من شباب الخريجين. أيضا تم تسمين حوالي 490 ألف رأس من رؤوس الماشية، وده زي ما سيادتك عارف يعني وفر فرص عمل للسادة المواطنين في الريف وحسن دخول السادة المزارعين، أيضا زود الإنتاج من اللحوم الحمراء. زي ما سيادتك عارف ان المشروع القومي للبتلو يعني البتلو ده كان الحيوان الصغير بيتم ذبحه عند وزن 100 كيلو جرام، احنا دلوقتي بنوفر لهذه المشروعات او هذه الحيوانات
تمويل مناسب بحيث المزارع او المربي يقدر يستطيع انه يشتري الاعلاف ويربي هذه المواشي الحيوانات حتى وزن من 350 ل 400 و 450 كيلو جرام، تتشتت يعني لك ان تتخيل مدى الزياده اللي حدثت في انتاج مصر من اللحوم الحمراء في الفتره الاخيره نتيجه هذا المشروع القومي الهام. اكيد كل الشكر ليك الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصاديه بوزاره الزراعه.